السنة مثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تركها غرق. حتى بلغني أن بعض الناس والعياذ بالله يعلم صبيانه اللغة الإنجليزية، صبيان، ويقول إذا أراد أن يودعه أو يسلم عليه باي باي. سبحان الله، تأتي بهذه اللغة البابوية وتترك السلام عليكم أو عليكم السلام، فضيحة، عار. يعني لو أن لو لم تكن المسألة الشرعية لكان يجب أن تكون على الأقل قومية. أذهب إلى لغة قوم وعندي اللغة العربية بهذا اللفظ، عربية معربة فصيحة، أفصح اللغات لغة العرب، وأذهب إلى اللغة الأخرى. ولهذا أنا فيما أرى أن الذي يعلم صبيه اللغة الإنجليزية من الصغر سوف يحاسب عليه يوم القيامة، لأنه يؤدي إلى محبة الصبي لهذه اللغة وإيثارها على اللغة العربية، وبالتالي يؤدي إلى محبة من ينطق بها من أهلها، واستهجان من ينطقون بغير هذه اللغة. فسوف يحاسب الرجل يوم القيامة إذا أدخل أولاده لتعلم اللغة الإنجليزية وهم صغار. أما من كبر وترعرع وقال أنا أريد أن أتعلم اللغة العربية الإنجليزية أو غيرها من اللغات الأجنبية لأدعو إلى الله بها، فإن نقول له هذا خير ونساعدك على هذا ونشجعك. أو قال أنا أحتاج إلى اللغة غير العربية لأنني أمارس التجارة مع هؤلاء القوم فأريد أن أتعلم لأتمكن، قلنا هذا لا بأس به، هذا عمل مقصود وغرض صحيح فلا بأس.